هو يعني كعادة الجامعات العمومية كله متعرف عليه إذا لم تكتمل في مناقشة الميزانية وبعض القرارات الأخرى اللي بتبقى مدرجة في جدول الأعمال للجمعية، خصوصا ما بتبقى جمعية عمومية عادية، فبيبقى عدم الحضور أو اللي هو يعني لم يكتمل النصاب، في حالة عدم اكتمال النصاب بيبقى دي بمثابة ثقة في مجلس الإدارة، إن هو زي ما هو اللائحة نفسها كلنا عارفين إن البند في اللائحة إن في حالة الاكتمال، وده اللي كنا حاطناه في اللائحة اللي فاتت اللي تم قرارها من قبل الجمعية العمومية، إن الميزانية على طول ترسل إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، وأي قرارات تانية بتبقى في حكم اللي هي الرجوع بيبقى رجوعها إلى مجلس الإدارة، بيفوض الجمعية العمومية بتفوض مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات التانية. الحمد لله يعني في قدر كبير جدا من يعني كلها شفافية من ساعة ما جينا، يعني لأن برضو يعني قبل ما نيجي كان في برنامج قلنا إن يعني المرة الأولى في تاريخ انتخابات الأندية نكون نازل ببرنامج كقائمة، يعني البرنامج ده بنحاسب نفسنا عليه وبيحاسبنا الجمعية العمومية. فالفيلم اللي عرض النهاردة كان عبارة عن ما تم إنجازه من البرنامج الموضوع للنادي الأهلي اللي احنا شاركنا فيه قبل انتخابنا كأعضاء مجلس إدارة وكرسنا. لافت الجميلة يعني سواء رئيس اللجنة المشرفة أو الأستاذ عمرو فاروق في كلمته إن كان ينقصنا الغائب الحاضر كابتن محمود الخطيب، إن شاء الله يعني كانت لافتة حلوة في إن الإشارة لي وتمنيات بالشفاء العاجل من كل أعضاء الجمعية العمومية، وإن شاء الله ما يغيبش عننا في جمعيات عمومية تانية.